لكم اليوم غادي نهضر لكم على واحد الدرس جديد اللي هو اغلبيه الناس كيتمنوا يكسبوا واحد النوع ديال الحاسوب اللي هو كنتسمى جيمر. هاد الجيمر اللي هو النوع ديال الحاسوب اللي هو موجود في السوق ولكن قليل. وعلاش كيرجع قليل؟ حيت الثمن ديالو كيكون ثمن باهر. اليوم غادي نهضر لكم على البي سي جيمر اللي كيكون هو مختلف اختلاف كبير على لي بي سي العاديين، لا في الشكل ولا في الكونفيغوراسيون ولا في اي حاجه. البي سي جيمر شحال من واحد كيسول كيسمع بي سي جيمر وكيسول كيقول لك علاش ولا لاش كيصلح بي سي جيمر. بالنسبه لهذا البي سي جيمر كيعرفوه الناس اللي هما كيخدموا في عالم لانفورماتيك بزاف. علاش؟ حيت البي سي جيمر كتلقى فيه الجرافيك مجهدة بزاف والبروسيسور ديالو كيكون مجهد ولي رام كيكونوا فيه لي رام كتلقى فيهم كبار، لو مينيموم كتلقى فيهم 10 12 تقدر تلقى حتى 24 جيجا في الرام. وبالنسبه للي ديسكتير كتلقى غالبا كتلقى فيه جوج ديال لي ديسكتير، واحد كيخدم السيستم كيكون اس اس دي وواحد كيروح على حساب ستوكاج كيكون اتش دي دي. اليوم في هذا الدرس غادي نهضر لكم على هذا البي سي جيمر ونوريكم البي سي جيمر الشكل ديالو كيفاش كيكون داير بالنسبه لهذا النوع اللي عندي. كما كتشوفوا هذا هو البي سي جيمر. الا شفتوا معايا مزيان هذا البي سي، هذا الا شفتوا معايا مزيان ها هو كيبان هنا الشكل ديالو. شفت كي داير؟ غالبا كتلقاه داير هاد الكراوي بحال هكا، والشكل ديالو شو كي داير من هاد الجانب هذا. هذا لافاساد ديالو. كنمشيو للجناب عاود ثاني، هنا الشكل ديالو هذا هو. شوف الشكل ديالو كيكون شويه مختلف كما كتشوفوا معايا. هذا هو من التحت كتلقاو نفس الشكل، يعني كيكون الشكل ديالو الديزاين ديالو كيكون مختلف بزاف على لي بي سي العاديين. هذا بي سي جيمر. اليوم كما قلت لكم غادي نوضح لكم شنو هو البي سي جيمر. كما كتشوفوا معايا اول حاجه اي الحاجه اللي كتثير الانتباه ديالك في البي سي جيمر هو الكلافي. كما كتشوفوا معايا الكلافي هنا كيكونوا اما بالخضر ولا بالاحمر، يعني وهنا كما كتشوفوا معايا هنا كتلقى البي سي فيه شمنكور وكتلقى فيه الجرافيك، غالبا كتلقى فيه جي تي اكس جي فور جي تي اكس. هذا هو بي سي جيمر. كما كتشوفوا معايا هذا الشكل ديالو، هذا هو بي سي جيمر. كما قلت لكم كتلقى الشكل الخارجي مختلف والشكل الداخلي حتى هو مختلف. غالبا كتلقاه بالكلافي حمر ولا خضر ولا صفر، وغالبا كيكونوا حمر. هذا هو البي سي جيمر. غير هو شحال من واحد كيقول لك زعما هاد البي سي جيمر للاش يصلح؟ البي سي جيمر كيصلح الناس اللي كيخدموا يعني متطورين في عالم المعلومات، اما كيخدم الاي كوميرس، كيخدم البروغراماسيون، كيخدم لاشيتيكتير، كيخدم الديزاين، كيخدم البروغراماسيون، الشركات اللي يعني كيدير لي زابليكاسيون للشركات، كيدير المونتاج لي فيديو، مونتاج بزاف ديال الحوايج اللي هما كيطلبوا تكون الجرافيك كبيره وتكون لي رام في كتاب، اضافه الى الكور ولا البروس يكون مجهد بزاف باش كيسيبورتي داكشي اللي غادي يخدم فيه. كما قلت لكم البي سي جيمر يعني ماشي زعما راه يعني هذا البي سي جيمر كيخدموه الناس اللي هما غادي يخدموه لشي حوايج. اما بالنسبه للناس اللي غادي يخدم البي سي بالنسبه ليكسل وورد لوفيس ولا يخدموا لشي حوايج اللي هي عاديه، يعني ما كيحتاجش يشري بي سي جيمر. يعني شكون اللي كيشري بي سي جيمر؟ كما قلت لكم الناس اللي كيخدموا، يعني غادي يخدم به ابليكاسيون، غادي بروغرامي به، غادي يدير به شي حوايج اللي هما غادي يردوا له فلوس عليها.
لهذا هذا البي سي جيمر بالنسبة حتى للشارجور ديالو كتلقاه في لومبيراج كيكون مجهد بزاف، كتلقاه مثلا ما غتلقاش كتلقى 20 فولت 6 ولا 8 ولا 10 امبير، يعني تالي شارجور ديالو كيكونوا مختلفين. إضافة إلى البطارية اللي كيتميز بها البي سي جيمر اللي هي كتكون كبيرة بزاف، يعني كتصبر مدة طويلة 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 بزاف. علاش؟ بحيث البي سي جيمر كيحتاج في المونتاج لشي حوايج اللي هو يقدر يتعطر فيهم ويقدر يكونسومي الضو بزاف. لهذا داك ما قلت لكم البي سي جيمر على هذا الشكل هذا اللي عندي دابا كما كتشوفوه. والحاجه الوحيده بانه البي سي جيمر الاقل ثمن كتلقاه في السوق ما بين 4000 5000 6000، يعني المينيموم غتلقى 4000 درهم ولا 5000 درهم بي سي جيمر من النوع القديم شي شويه. انا من النوع الجديد ما كاين غير جوج المليون ثلاثه المليون حتى لاربعه المليون باش تشري بي سي جيمر. هذا هو بي سي جيمر اللي بغيت لشي وحدين كيسمعوا بي سي جيمر شنو هو، بغيت نوريكم الشكل ديالو باش لا صادفتيه في السوق ولا شفتيه شي مره باش تعرف بانه هذا البي سي راه ماشي بي سي عادي ولكن راه بي سي جيمر. شكرا للمشاهده ديالكم، ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وشكرا.